مساء الخير يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هناخد تحليل مقال ألف ليلة وليلة، فن كيفية الحياة. هناخد أول حاجة الفكرة المحورية، وهي مهمة شهرزاد بتخليص بني جنسها اللي هو المرأة من الموت والقتل المؤكد بعد أن استحوذت على الملك شهريار فكرة النظرة السلبية للمرأة وإنها خائنة ولا عهد لها، حيث اكتشف شقيق شهريار إن زوجته تخونه، فأتى لزيارة أخيه بعد أن أثقلته الهموم. وكان شهريار في ذلك الوقت خارج المدينة في رحلة صيد، فتطلع أخو شهريار من نافذة القصر على خيانة زوجة شهريار لأخيه في حديقة القصر مع أحد العبيد، فأخبر شهريار بالموقف، وفقد الشقيقان ثوابهما وخرج في رحلة طويلة. ويعود شهريار وهو مصمم على الانتقام من جنس المرأة، فظل لمدة 3 أعوام يتزوج كل ليلة بإحدى الفتيات من المملكة، ثم يقتلها في الصباح قبل أن يطلع عليها الصباح، يعني ليضمن عدم خيانتها له بعد ذلك. وحينما نفذت نساء المدينة ولم يتبقى سوى قلة، ومنهم شهرزاد ابنة الوزير المكلف بجلب زوجة جديدة للملك كل ليلة، تعرض شهرزاد نفسها على والدها وأن تكون هي زوجة جديدة للملك، وقد رأت إنها يمكن أن تكون المخلص لبنات جنسها بما تملكه من سحر أنثوي يتمثل في جمال الفكر وسحر البيان والقدرة على التأثير والتغيير. وقد استطاعت بالفعل أن تحول هذا الوحش إلى مخلوق جديد يتمتع بطمأنينة الروح وشفاء النفس ورقي الفكر والتعبير والوجدان. العنوان تصنيفي ذات دلالة تأويلية، فهو يفضي برؤية الكاتب الخاصة لليالي ويراها مجهود كبير لابد أن تحترم. الليالي اللي عادتها شهرزاد تحكي لشهريار يراها مجهود كبير لابد أن تحترم، وهي فن كيفية الحياة في مقابل قراءات أخرى سلبية لا ترى في الليالي سوى وسيلة للهو والتسليم. الاستهلال هو استهلال مباشر، فشهرزاد تتكلم وتحكي وتواجه الملك وتدافع عن قيمتها وتمارس عليه سلطة اللغة وسحرها وجمال البيان، والملك ينصت ويتلقى. تمام، استهلال مباشر، تتكلم على طول. عنوان تصنيفي اللي هو فن كيفية الحياة. العرض، أول حاجة في العرض نتكلم عن التحليل. فالفكرة الرئيسية تقديم ألف ليلة وليلة على إنها كتاب إنساني في فن كيفية الحياة وتحسينها وتجميلها للحياة وتجميل الواقع. وقد عرضت الفكرة عن طريق تحليل طريقة عمل شهرزاد في الليالي وحكايتها تحليلا دقيقا يقوم على الدخول في أعماق النفس البشرية وفهم دوافعها وتقلباتها. يبقى هو عرض زي فكرته إن زي إن كتاب ألف ليلة وليلة ده كتاب فن كيفية الحياة وتحسين الحياة، انه اول حاجه ابتدى يعرض طريقه عمل شهريار في الليالي، انها ازاي بتحكي وازاي بتحكي وبتحلل تحليل دقيق للنفس البشريه وبتخش في اعماق النفس البشريه وبتفهم دوافعها. تاني حاجه عمل ايه؟ عمل تقديم الحكايات المثيره التي استعانت بها شهريار، تقدم الحكايات في المقال والتي تطفئ لهيب الشوق الانساني للمعرفه، وكانت حكاياتها تعتمد على التشويق والاثاره والابهار. تمام، تالت حاجة عرض كيف كانت تريد شهرزاد تصنيف زوجها وكيف تجعله يتطور من الغريزة الوحشية ومن الانفعال التلقائي إلى الحكم الإرادي. كانت تعلمه كيف يتخلص من عقدته وينجو من كابوس الماضي ويصل إلى مرحلة التعافي. يبقى بيوريك في بيعرض يعني إنك إزاي شهريار كانت بتثقب زوجها، بتجعله يتطور من الغريزة للوعي ومن الانفعالات التلقائية اللي عنده دي إلى الحكم الإرادي، اللي يكون عنده يفكر ويحكم حكم إرادي عنده إرادة فيه. كانت تعلمه إزاي يتخلص من عقدة وينجو من الكابوس الماضي اللي فيه ويصل لمرحلة التعافي. عرض الكاتب كمان كيف وصلت شهرزاد إلى غايتها، يبقى هو عرض الغاية وكيف وصلت إلى غايتها. فقد سلك مسلك الفن، خلعت البهجة على الدعاية والفتنة على الخلاعة مع انحياز التمر الفظيع. يعني ايه بقى؟ في بهجة على الكلام على الدعاية، يعني ما تقعدش تهرج كده والملك وتقعد تنفخ فيه، لا، في بهجة وفي بهجة وفي سرور، وبقت ايه تتكلموا كلام لطيف ومع انحياز التمر الفضيلة، انها بتلتزم بالفضيلة وحسن الاخلاق، وحرصها على التسامي بالافكار، دايما بتسمو بافكار الملك والانفعال
وكانت تواجه شهريار بواقع الحياة وقسوته، ولا تتخلى عن المصداقية والعفوية. يعني بتقوله زي ما الحياة فيها الوحش فيها الحلو، زي ما في ستات خاينة في ستات كويسة. يبقى كانت بتوصل لازاي انها عايزة تحوله، تسلك مسلك الفن، خلعت الايه الفتنة على الخلاعة، يعني خلت الفتنة بتفتنه بالكلام عن الخلاعة، انها تبقى خليعة. البهجة على الدعاية، ما انحياز التام للفضيلة، عمل كده. حرصت على التسامي بأفكاره والانفعالاته، تواجهه بواقع الحياة وقسوته، ولا تتخلى عن المصداقية والعفوية في كلامها. ده التحليل. أما التصنيف فقد وضح في العنوان، قد جعل كاتب كتاب الليالي فن كيفية الحياة. كما يمكن تصنيف الكتاب إلى عدة حاجات، ممكن أدب فني أو اجتماعي أو نفسي سايكولوجي. ولكن الكاتب بيصنف الكتاب على أنه كتاب التربية الاجتماعية، لأنه يبحث عن سبل تطوير الحياة وترقيتها وتجميلها مهما كانت قسوتها. يبقى ليه الكاتب هنا صنف الكتاب كتاب التربية الاجتماعية؟ لأنه يبحث عن سبل تطوير الحياة، ازاي اطور حياتي وارقيها واجملها مهما كانت قسوة الحياة. عشان كده اسمه فن التربية الاجتماعية، كتاب التربية الاجتماعية صنفه كده. وقد نجحت شهرزاد في تخليص بنات جنسها من نيل البطش والظلم، وتربعت على عرش الكلمة واللغة والثقافة. فكانت ثقافة شهرزاد تشير إلى التحول من زمن الجهل إلى زمن توظيف الثقافة، وغيرت نظرة الحضارة إلى المرأة التي يجب أن تكون لها عقل وفكر تفتن به غيرها، وليس فقط جسد يمكن استبداله بها. لما صور إزاي شهرزاد نجحت في تخليص بنات جنسها بإنها تربعت على عرش الكلمة واللغة وكده، ده خلانا يتحول من ايه، من ان انسان ياخد فكره عن المراه بدل ان هي جسد يمكن استبداله، لان المراه ممكن ان تفتن الرجل بعقلها وفكرها. المقارنه، عقد الكاتب مقارنه بين مسلك او طريقه شهرزاد في التعامل مع الامر ومسلك وهو مسلك الفن، وبين مسلك الوعظين السذج اللي هم يقعدوا يدوا وعظ وارشاد بس، ما هي اتعاملت مع مسلك تاني وهو مسلك الفن، مما يدل على وعيها وخبرتها وثقافتها. فليس اقصى على النفس من النصح، يعني النفس بيقول لك اقصى حاجه عليها هو النصح، انك تقعد تنصحني كده مش هستفيد حاجه. والنقد الصريح والتوجيه المباشر، ده اقصى حاجه على النفس هو النصح والنقد الصريح والتوجيه المباشر. فطريق الفن الذي سلكته شهرزاد يصل الى النفس دون ان يحرج الكبرياء، وهذه مناظره تسمى مناظره توازي او تناظر، مسلك بمسلك. عقد مقارنه ثانيه بين صدق شهرزاد وعفويتها وتعبيرها عن الحياة بكل جوانبها في مقابل أولئك المنافقين الذين يزورون الحقائق بحيث جد التجميل، فيتصور له الحياة كما هي، كما إن هناك نساء بالأخلاق هناك نساء ذو أصل وحسب وأخلاق. هم بقى المنافقين بيقولوا له ده أنت الملك وما ينفعش يحصل فيك كده، وإنت تاخد ست ستها وهي اللي وحشة فهي بعد تقوله لا الراجل المفروض كان يعمل الست كذا، وان الست المفروض تعمل جوزها كذا، وان زي ما في ناس كده خليعه في ناس محترمه وكده. ودي مقارنه توازي وتناظر عشان صدق تعبير، يعني انها بتقارن بصدق وعفويتها في التعبير عن كل جوانب الحياه، ولك ايه المنافقين الذين يصورون حقائق بحجه التجميل. تالت مقارنه اتعملت بين الحب والفنون التشكيليه، فالحب كالفن، يبقى دي مقارنه ايه قياس حب الفن. حب كالفن في ايه؟ له رموز وخفايا وشطحات، وكلاهما اللي هو الحب والفن التشكيلي يتساميان بالواقع، يسمو بالواقع. الحب بيسمو بالواقع والفن التشكيلي بيسمو بالواقع، ويخلعان على اشياء صفه الكمال الجمال. كما ان الفن يحول القبح الى حسن، الحب يحول الغريزه الى مشاعر راقيه. يبقى هما الاثنين زين بيتساميان بالواقع، زي الفن بيحول القبح الى جمال، والحب بيحول الغريزه الى مشاعر راقيه. الخاتمة هي تلخيصية موجزة بليغة، حيث توجز عمل شهرزاد خلال الليالي الألف وما بعدها. وجمع الكاتب في الخاتمة أطراف الحكاية، لخصها تاني، وانتهى الكاتب بما بدأ به من أن الألف ليلة وليلة هي بحق فن كيفية الحياة، وأنها دعوة منه أن يسعى لترقية الحياة وتجميلها والوصول بها لأرقى المستويات. تمام؟ يبقى الخاتمة تلخيصية موجزة، عمل ثلاث مقارنات، صنفه انه كتاب التربية الاجتماعية عشان بيبحث عن سبل تطوير الحياة وترقيتها وتجميلها، عمل تحليل للفكرة الرئيسية عن طريق عرض طريقة شهرزاد هدفها وازاي وصلت لهدفها وعرض حكاياتها،
الاستهلال، استهلال مباشر قلنا العنوان تصنيفي ذات دلالة تأويلية، ماشي. وخدنا فكرة عامة عن حكاية أو الفكرة المحورية للمقال ألف ليلة وليلة. كده انتهت المحاضرة، وأتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا ليكم.